السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم هذا المكان رغم الدمار لكنه يبتسم. نحن أمام منارة الحدباء، وقف الناس يصلون ويكبرون الله عز وجل، ليصل هذا التكبير عنان السماء لتعود منارة الحدباء وتعود إن شاء الله هذه الرحاب الطاهرة بأبهى مما كانت. من هنا انطلقت داعش، ومن هنا ان شاء الله انتهت فكريا داعش. نحن بحاجه دائما انه نذكر كاهالي محافظتنا والفتره المظلمه اللي مرت بها محافظتنا العزيزه نينوى، واليوم اشراقه جديده في بناء هذا الجامع، ببناء هذه المناره العزيزه، انه تنطي رساله انه مدينه الموصل يحبون الحياه، يعشقون الحياه. نلاحظ حقيقة عدم مقدرة العوائل على شراء اللحوم مع زيادة أسعارها، فهاي الأضاحي واللحوم اللي توزع لهؤلاء الفقراء ده تساهم في تقليل من الضنك اللي يمرون به وحالة النكبة اللي هم يمرون بها. بصراحة الوضع الاقتصادي يعني هو أثر على الجميع، خصوصا من بعد التحرير كنا طالعين يعني من تعرف حضرتك من الهدم، من الوضعية اللي كنا بها تعبانة، لكن الحمد لله هسه حاليا لا بدت شوية الأسواق تنتعش، النساء أيضا توفرت لهم فرص عمل كثيرة، دخول المنظمات أيضا، انتعاش القطاع الخاص، الوظائف رجعت، الرواتب، هذا الشيء الحمد لله خلى الأمور ترجع تنتعش، خصوصا المرأة، المرأة أخذت مكان يعني حاليا أكبر من اللي كان سابق. عيوني عيوني كل الهدف.